مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج العياده. الحلقه اللي فاتت من الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها عن خشونه الركبه ومفاصل العظام والالام اللي الناس بتشعر بيها، كنا لقينا اقبال شديد من الناس على فكره الاسئله والمتابعه، وده بيدل على انه نسبه كبيره جدا من الناس بتعاني من الام في الركبتين والام في المفاصل والعمود الفقري والرقبه، ومشكله العظام بدات تنتشر بشكل كبير جدا وخاصه في الناس اللي عمرها فوق ال50 سنه. وبالتالي كان لازم النهارده نتكلم عن ايه هي احدث طرق علاج خشونه الركبه والتهابات المفاصل والمشاكل الموجوده في الاوتار، وايه الطرق المناسبه لكل عيان، وازاي ان شاء الله باذن الله نكون سبب في برنامج العياده انه نساعد الكثير من الناس في انه الالام وهذه المشاكل تتحسن. ويكون معايا النهارده الضيف الدائم والمستمر والمتالق دائما وابدا في علاج مشاكل الركبتين والام المفاصل، الدكتور محمد صقر، استشاري طب وجراحه العظام والعمود الفقري ومناظير المفاصل وعضو الجمعيه المصريه لجراحه العظام. دكتور محمد، بقدر التحيه والترحيب بك مره ثانيه. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بك. النهارده بنتكلم عن احدث طرق علاج خشونه المفاصل والتهابات الاوتار. قبل بس ما نخش في احدث الطرق، عايزين بس نرجع للمشاهدين كده اللي ما شافوناش الحلقه اللي فاتت، كنا بنتكلم عن ايه هي الاسباب والحاجات او العوامل اللي ممكن ان هي تاثر فينا وتعمل لنا مشاكل في الركبه. تمام، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت طبعا عن تعريف الركبه بشكل عام، شرحناها واتكلمنا عن اسباب خشونه الركبه سواء الاوليه او الثانويه. شرحنا طبعا ان اسباب خشونه الركبه الاوليه هي دايما بتبقى مرتبطه بعامل وراثي بنسبه كبيره، والوزن الزايد والمجهود الزايد او المجهود الخاطئ زي ما قلنا. في اسباب كتير بتؤدي الى ان الخشونه تزيد، او يعني العيان يجي له خشونه في سن مبكر عن العيان الطبيعي اللي بيجي له خشونه في سن 40 او 50 سنه. طبعا المرحله الثانيه او الاسباب الثانويه لخشونة الركبة، قلنا طبعا ان في اسباب كتير زي الامراض المسببة للخشونة، قطع غضروف او قطع في الرباط سواء رباط صليبي او غضروف داخلي او خارجي في الركبة. طبعا الحاجات دي برضو بتؤدي الى ان الخشونة تحصل للمريض في سن مبكر شوية عن الطبيعي، عن الاربعين او الخمسين زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. طبعا المشكله، طبعا كل الناس عارفه ان في خشونه، في خشونه. طيب انا بقى عندي خشونه في الدرجه الاولى او خشونه في الدرجه الثانيه، الموضوع بيتطرق بقى الى ان انا طب اقدر اعالج امتى اتدخل، اروح لدكتور اخد علاج بس ولا ابتدي اعمل حاجات ثانيه، امتى اوصل لمرحله ان انا اوصل اعمل عمليه. كويس، عندي مشكله كبيره والدكاتره اجمعوا ان في طريقه التشخيص اللي من خلالها اقدر احدد مع الطبيب المعالج مشكلتي حجمها قد ايه وايه انسب وسيله للعلاج او لعلاج هذه المشكله. تمام، اعتقد يا دكتور محمد انه بدا وعي الناس يزيد في فكرتهم عن ازاي اعالج مفاصل وخشونه الركبتين وايه ابرز الطرق والعلاجات. بس خلينا دكتور محمد هروح لفاصل وهرجع مره ثانيه نتكلم عن احدث وابرز طرق علاج خشونه الركبتين والعظم مره اخرى. ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم في احدث طرق علاج خشونه الركبتين والتهاب المفاصل. دكتور محمد، قبل ما نروح للفاصل كنا بنتكلم عن ايه احدث وابرز الطرق اللي ممكن نستخدمها او نشتغل بيها لعلاج مفاصل الخشونه والركبتين. تمام، احنا طبعا لما قسمنا الخشونه لاربع درجات قلنا ان كل درجه ليها علاج، يعني الدرجه الاولى في الدرجات الاوليه بنقدر نحتوي الموضوع بالعلاجات البسيطه، الادويه، تقليل الوزن، تغيير العادات، نحاول يعني نخفف الحمل شويه على المفاصل، سواء مثلا مريض ساكن في ادوار عاليه نقلل الحمل على المفصل الركبه علشان ما يحصلش فيه خشونه مبكره. طبعا في الدرجه الثانيه
الدرجة الثانية بيكون الموضوع زاد شوية، فبنبتدي بقى نتطرق إلى تقوية العضلات، نعمل علاج طبيعي فيزيوثيرابي بطريقة معينة نقوي بيه العضلات الأمامية اللي بتساعد الركبة على طبعا تخفيف الأحمال، العضلات الخلفية. لما بنبتدي بقى الموضوع يخش في الدرجات الزايدة شوية، الدرجة الثالثة والرابعة هي طبعا دي الحديث أو اللي دايما احنا بنتسأل عن أحدث الطرق اللي ممكن نعالج بيها الخشونة في الدرجة الثالثة والرابعة، لأن دايما الدرجة الأولى والثانية بصراحة ما حدش بيجي العيادة كتير عنده خشونة في الدرجة، يعني كل الناس بتتعامل دلوقتي بيجيب مسكن، بيمشي على أدوية، بيسأل يعني صديق ليه أو حاجة، أخدت إيه، أنا عندي شوية التهابات. وده بعض الأحيان بيبقى يعني أعتقد إن ده غلط برضه. اه طبعا، فكره ان انا افضل ماشي بالمسكنات واسال اللي حواليا وكل واحد يديني وصفه ولا حاجه ارتاح عليها شويه وفي الاخر بعد كده اوصل لالم شديد، اعتقد ان ده مش علاج يعني. طبعا طبعا، هي الخشونه لما الدرجه الاولى بتنتقل للدرجه الثانيه والدرجه الثانيه بتنتقل للدرجه الثالثه، للاسف الشديد احنا ما بنقدرش نرجع يعني، خلاص احنا وصلنا للخشونه من الدرجه الثانيه، وصلنا للدرجه الثانيه فبنعالج الخشونه في الدرجه الثانيه عشان ما توصلش للثالثه. كويس، وصلنا للدرجه الثالثه بنعالج عشان ما توصلش للرابعه. يعني فطبعا كل ما هناخد علاج بدري، كل ما هنتعالج بدري، كل ما المشكله هتقف في الدرجه دي. وطبعا يعني الخشونه مع التقدم في العمر طبيعي انها بتزيد، فلما يبقى في مشكله واحنا اهملناها مع المشكله الرئيسيه اللي هي تقدم العمر، المشكلتين طبعا بيؤدي الى الخشونه دي تبقى خشونه شديده شويه، وبنلجا في الاخر للاسف للحلول الجراحيه. كويس، طيب خليني قبل ما اشوف فيديو عن ابرز الطرق العلاجيه اللي بتعالج خشونه الركبتين والتهابات او الام المفاصل، ايه هي العلامات اللي انا اشعر بيها النهارده ممكن او احتمال ان انا ممكن يبقى عندي خشونه حتى ولو بسيطه، فاقوم اجري جري على الطبيب المتخصص عشان يساعدني في انه لو في الاولى ما توصلش للثانيه ولو في الثانيه ما توصلش للثالثه. تمام، اول حاجه المريض بيشتكي منها لما بيتشخص خشونه او بيحس بالم بسيط، نقول الالم وبعد شويه الالم ده بيزيد، ويوم عن يوم طبعا الموضوع بيبقى يعني مؤرق. انا في اول يوم لو حسيت بالم في ركبتي بقول يمكن انا عملت مجهود زياده، وتاني يوم شويه الدنيا تقل، بعد شويه المجهود ده لو يعني قل خلاص انا المفروض ارتاح، طب الالم ما قلش، خلاص انا ببتدي اقلق، ببتدي اخد مسكن من نفسي، طب طول شويه ببتدي اقلق زياده، ببتدي بقى الجا للدكتور، خلاص بقى انا بقى لي فتره يا دكتور خلاص تعبان، مش قادر، وجربت ان انا ارتاح شويه ما ارتحتش، اخدت علاجات برضو ما ارتحتش، فخلاص قلت الجا للدكتور. طبعا في الدرجات الاولى الموضوع بسيط، مع الالم بيبقى في شويه ارتشاح في الركبه، يعني شويه تورم بسيط، الليميتيشن اوف موشن، يعني الحركه بتبقى محكومه شويه، ما بعرفش الم ركبتي وانا بصلي، ما بعرفش اقعد في وضع التشهد، ما بعرفش اطلع السلم بسهوله وانزل بسهوله. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنسمعها كل يوم. ده احنا بنتكلم في الدرجات الاوليه. أيوة. انا خشونه، انا مش عايزه يوصل للدرجه الثالثه والرابعه، لانه حتى في بدايه الالم استجابه المريض للعلاج او استجابه الجسم للعلاج بتبقى اسرع واكبر. تمام، فلما بنتطرق بقى الى ان احنا نعالج الدرجه الاولى، خلاص احنا بناخد علاجات مناسبه للحاله. كويس، علاج مناسب ده زي الالم، الورم، الحركة المحكمة شوية اللي هي ما هياش حرة زي الإنسان الطبيعي. ويس. طبعا بناخد مضادات للتورم، مضادات للارتشاح، مضادات للريسبتورز الألم، دي مسكنات للألم يعني، مضادات للالتهابات، وبنبتدي نبدأ في الخطة اللي المريض ممكن يمشي عليها، أو نعرف إيه السبب اللي سبب الخشونة أو سبب الألم، ونبتدي إيه نتعامل معي، سواء مثلا وزني زايد، سواء مجهود زايد زي ما قلنا في الأول. إيه كويس، طيب هيكون معانا دلوقتي يا دكتور محمد فيديو لابرز او اشهر طرق علاج الام وخشونه المفاصل، وعارف ان حضرتك متميز في فكره قصه الحقن دي، وعندي سؤال برضو لانه الجراحين دايما بيبقوا معتمدين على حاجات تانية، بس خلينا نشوف الفيديو ده، ومعانا كمان صوره لشكل الركبه، فعايزين نشوف الصوره والفيديو الاثنين مع بعض كده، والدكتور محمد يعلق على الفيديو ويقول لنا كان استخدم ايه هنا مع العيان ده. تمام، هو طبعا الحقن احنا اتكلمنا المره اللي فاتت كويس عن احدث طرق علاج الخشونه، وطبعا قلنا ان الحقن الموضعي بانواعه كويس هو دلوقتي الايه الموضه زي ما بنقول، فبدانا ده كده بتعقم المكان. دي حاله كانت عندي في مدينه نصر بيشتكي من خشونه بالدرجه الثالثه، طبعا احنا بدانا معاه بحقن السائل الزلالي او الحقن الزيتيه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. طبعا احنا في الاول بنعقم تعقيم كويس،
لان زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا بيجي لنا العيان عنده مشكله بنبقى عايزين نعالجه او نساعده، مش بنبقى عايزين نزود مشكلته. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، ده شكل المفصل. احنا بنحدد السوفت بوينت او النقطه اللي بنحقن فيها، ده شكه ابره بسيطه جدا زي الحقنه العضل. طبعا دي حقنه البنج. بياخد بنج الاول وبعد كده موضعي علشان نطمن ان الدنيا ماشيه كويس. حددنا السوفت بوينت او السوفت سبوت بتاعتنا وحقنا وادينا له البنج بنفس الشكه او بنفس الابره. بندي له حقنه الايه الزيت او الجل اللي هو السائل الزلالي او الجيلاتيني. دي اللي هي الوان شوت اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. اللي هي بتاخد مره. تمام. الموضوع زي ما حضرتك شايف بسيط جدا. يعني يعتبر المريض ما حسش باي الم اكتر من شكه ابره. الموضوع ما خدش دقيقه او دقيقه ونص تقريبا. خلاص والحمد لله رب العالمين. النتيجه بتبان بعد يومين تقريبا زي ما اتفقنا. بنعمل كمادات ثلج، بنعمل شويه تمارين كده بسيطه واحنا في البيت، بنقلل المجهود والحمل في خلال اليومين الاولانيين دول عشان خاطر يعني ما يحصلش ارتشاح او التهابات بعد الايه بعد الحقن. كويس تمام. ده كان حقن السائل الزلالي اللي هو عالي الكثافه اللي احنا اتكلمنا عنه اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. قلنا ان هو بيتحقن مره غير الحقن اللي هو ممكن هو منه انواع على مرتين ثلاثه. هو منه انواع او 20 مللي 30 مللي 60 مللي و90 مللي. طبعا ال 20 وال 30 اللي هي الكثافه بتاعتهم بتبقى قليله شويه. دي اللي بتحتاج تتكرر كل اسبوع لمده 3 اسابيع. يعني بناخد حقنه الاسبوع ده، حقنه الاسبوع اللي بعديه، حقنه الاسبوع اللي بعديه، 3 اسابيع متتاليه عشان المريض يحس بتحسن. وغالبا بيحس بتحسن بعد الحقنه الثانيه، بعد الحقنه الثانيه مش تمام. الاولى زي اللي كثافتها عاليه في السائل الزلالي، فبالتالي بتحسن الدنيا اسرع. تمام. الوان شوت اللي هي ال 60 وال 90 طبعا دول بيبقوا الكثافه بتاعتهم اعلى شويه وبتبقى النتائج بتاعتهم برضو افضل شويه، فبتبان النتيجه بعد يومين ثلاثه. والمريض طبعا هي بتبقى بالنسبه له اسهل لان هي حقنه واحده او شكه واحده، مش بيبقى طبعا قلقان ان هو الموضوع هيتكرر مره واثنين وثلاثه. وبالنسبه طبعا للطبيب برضو الموضوع بيبقى اسهل شويه علشان هي برضو حقنه واحده، الكومبليكيشنز او المضاعفات اللي ممكن تحصل من الحقن نفسه بتقل شويه عشان انا مش حقن ثلاث مرات. التورم اللي مش عارف ايه الحاجات دي كلها، انا معرض ان انا يحصل لي كومبليكيشن في كل مره بعمل بيها مضاعفات في كل مره. مضاعفات. فطبعا لما بتبقى الحقنه مره واحده الكومبليكيشنز بتقل، فانا ببقى مطمن والمريض بيبقى مطمن وبنوصل النتيجه المرجوه في وقت قليل. كويس. يعني انا اقدر اقول ان طب في اشخاص ينفع ليهم يتحقن لهم الحقنه دي واشخاص تانية نقدر نقول ان الحقنه دي مش هتكون مناسبه بالنسبه لهم؟ طبعا الحقن الجيلاتينيه او السائل الزلالي عالي الكثافه له مميزاته زي ما قلنا وله عيوب. فطبعا هو كل الموضوع ان احنا نستفيد منه في الدرجات الاولى. طيب لو جالنا عيان في درجه ثالثه او رابعه ومتاخر شويه، يعني للاسف ما لجاش للعلاج المناسب في الفتره اللي هو المفروض يتعالج فيها، الموضوع بيبقى طبعا اصعب. النتيجه بتبقى يعني اقل شويه من الدرجات الاولى. طبعا احنا في الفتره اللي احنا بنبتدي نعالج فيها لازم في الاول نعمل اتفاق كده مع المريض، عقد اتفاق كده عشان نحافظ على هنكسب ايه. ايوه. وهنوصل لايه، علشان حضرتك لما تاخد الحقنه ما تقوليش يا دكتور انت قلت لي ده انا همشي بعد الحقنه دي هطير اجري 10 كيلو مثلا من غير الم. كويس. تمام. لا احنا والله احنا في الدرجه الفلانيه هنستجيب بنسبه فلانيه، الالم هيقل بالدرجه الفلانيه، الموشن او الحركه بتاعتك هتحسن بالدرجه الفلانيه وهكذا. طبعا الحقنه هتدي لك فايده، بس كل ما كانت الخشونه اقل كل ما الفايده دي اعلى. طبعا. كويس. دي كده احدث طريقه او من احدث الطرق اللي بتستخدم حاليا اللي هي الحقن الجيلاتينيه او الحقن عالية الكثافة في السائل الزلالي اللي ممكن تتاخد على مرة أو على مرتين أو ثلاثة حسب كثافة السائل. تمام. كويس كده؟ طيب. تمام. عندنا طرق تانية يا دكتور محمد من الطرق الحديثة أيضا. طبعا. اللي بتساعد في علاج مشاكل خشونة الركبة، في النهاية كلها طرق بتودي إلى هدف واحد وهو علاج آلام والتهابات المفاصل وخشونة الركبتين بالنسبة لكثير من الناس. تمام. الحقن الهياليورينيك او الحقن الزيتيه دي حقن جاهزه تيجي جاهزه مع جاهز. بقى احنا بنحقن. طبعا الطرق الحديثه بقى اللي احنا المفروض ان احنا دلوقتي بنعرضها على المشاهد او على المريض اللي بيدور على حل لخشونه الركبه، الاورثوكين
الاورثوكين. الاورثوكين وتقريبا معانا فيديو كمان للاورثوكين لطريقه التحضير. الاورثوكين من الحاجات الجديده المستحدثه في علاج الخشونه. معانا الفيديو كمان على الشاشه يا دكتور محمد، ممكن نعلق عليه. الاورثوكين بيتاخد عينه من دم المريض من 15 ل 30 سنتي بطريقه سلسه جدا، زي عينه الدم اللي بناخدها لما بنيجي نعمل تحليل في المعمل. طبعا الاورثوكين بيشتغل عن طريق ان هو بيثبط خلايا الالتهابات في المفصل. يعني احنا عندنا مفصل الركبه بقى فيه التهاب فبيؤدي الى الالم. طب لما احنا نقلل الالتهابات او نخلي الخلايا اللي بتسبب الالتهابات دي نقفلها او نعملها بلوك من الالتهابات دي، خلاص الالتهابات دي بقت ايه؟ قليله. فنقدر بعدين نستفيد من اي حقنه سواء البلازما او البرولوثيرابي، الحاجات اللي هي بعدين نكمل بيها. كويس. فاحنا لما بنحقن هاليورينيك بنستفيد من الماده الزلاليه، ولما بنحقن اورثوكين بيبقى له فانكشن معينه بنستفيد منها في علاج الخشونه. طبعا احنا خدنا عينه الدم من المريض. كويس. حطيناها في الانابيب المخصصه. كويس. وبنحطها في الحضان. الحضان ده بيقعد تحفظ العينه. يعني طبعا في اقاويل كتير، بس هو الانسب ليه من 18 ل 24 ساعه. قعدنا في الحضان، سحبنا الانابيب، بعدين بنحطها في السنتريفيوج، جهاز الفصل او الطرد المركزي. بيفصل العينه ويطلع لنا منها الماده طبعا اللي احنا هنسحبها او هنبتدي ايه نحقنها. ليه بنقول 24 ساعة؟ ليه بنقول 18 ساعة؟ وطبعا المرضى بتقول يعني يا دكتور انا هاجي لك ازاي بعد 24 ساعة احقن؟ احنا اوقات بناخد العينة ونقول للعيان تعالى النهاردة بس خدناها منك تعالى بكرة 12 واحدة هتجي لنا حضرتك بكرة نكون سحبنا وفصلنا ونحقن لك الايه؟ العينة. العينة. تمام؟ طبعا هي فكرة الاورثوكين مستحدثة وزي ما حضرتك شايف كده في الفيديو. احنا خلاص بنسحب المادة او بنسحب السائل اللي احنا هنحتاجه في الحقن في السرنجات وبنجمعه زي ما حضرتك شايف ونبتدي نحقنه في المكان اللي هنحقن فيه، سواء مفصل ركبة، سواء مفصل كتف، سواء مفصل كاحل. طبعا بيبقى فيه اكتر من مفصل بنستخدم فيه الاورثوكين. كويس. تمام كده ده الاورثوكين. خلينا نقول ايه الفرق ما بين الاورثوكين وما بين الحقن السائل الزلالي اللي بيتحقن في الركبة. تمام. الحقن السائل الزلالي هو احنا بنزود السائل الزلالي في الركبه. كويس. فبيزود نعومه او حركه الركبه الملساء. كويس. تمام. احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده. دي اللي اتكلمنا عنها من شويه. طب ده بقى بيعمل ايه الاورثوكين؟ الاورثوكين ده حاجه ناتشورال طبعا، هو عينه من المريض نفسه. كويس. وليها فانكشن يعني طبيعيه برضه من المريض نفسه عن طريق ان هي بتعمل تثبيط للانترلوكين 1 اللي هو الخلايا اللي بتسبب التهابات. احنا بنثبطها يعني بنعمل لها ايقاف بلوك، خلاص وقفت ما حصلش ما حصلش التهابات زياده، فبالتالي ما حصلش الم زياده، فالخشونه على الاقل لحد دلوقتي وقفت. كويس. يعني انا في الاول اول حاجه خدتها هي وقايه وعلاج. تمام. يبقى نقول الاورثوكين هو وقايه للناس اللي عندها مشاكل التهابات وما الى ذلك في مفصل الركبه او اي مفصل في الجسم، وفي نفس الوقت هي علاج ايضا. طبعا. كويس. احنا قللنا الالتهابات فوقفنا درجة الخشونة، وهي دي طبعا الحاجة المرجوة من الزيارة بتاعت الدكتور. بس. ان احنا كان عندنا خشونة وخايفين تزيد. فاخدنا الحقنة في الاول اللي ممكن تعمل لنا لزوجة او ليونة. طيب ولما اخدنا الحقنة اللي هي بتقلل الالتهابات وقفنا درجة الخشونة عند الدرجة دي لحد ما نبتدي بقى نتطرق للحاجات اللي جاية دي قدامنا. بس. كمان شوية تقدر تساعدنا او تقدر تزود التحسن بتاع المريض. كويس. طب خليني هنا يا دكتور محمد اقول انا راجل طماع. تمام. وعايز احقن سائل الزلالي وعايز اعمل الاورثوكين اوقف واحسن واسهل حركه الركبه، ينفع الاثنين يتحقنوا مع بعض لنفس المريض؟ مش نفس الوقت، لنفس المريض. تمام. ينفع جدا. ينفع نستفيد من السائل الزلالي، هو دي الكومباينيشن اللي كنت اتكلمت مع حضرتك فيها الحلقه اللي فاتت. ان احنا بنحاول نوصل لاقصى استفاده من الايه؟ من الحق. طب احنا اخذنا السائل الزلالي واستفدنا، استفدنا من السائل الزلالي ان كميه السائل زادت في الركبه فبقى في لزوجه حركه الركبه شغاله زي الفل اكتر شويه. طيب احنا بقى عاوزين نعالج المشكله نفسها. المشكله ان هو بيحصل دلوقتي تاكل
في الغضاريف او تآكل في خلايا الغضاريف اللي في الركبه، فطبعا لما بتقل الفانكشن بتاعتها او الخلايا دي بتضمر او بتموت بالبلدي، بيحصل بعد كده ايه؟ خشونه متقدمه. فاحنا دلوقتي ثبطنا الخشونه او وقفناها عند الدرجه دي، هنبتدي نكثف العلاج او نزود العلاج الفتره اللي بعد كده، بحيث ان احنا نوقف الخشونه عند الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه اللي جالنا فيها المريض، ونكسب بقى من الحاجات اللي جايه الايه الطرق الجديده يعني اللي قلنا عليها. كويس. النقط اللي احنا عايزين ايه نزود. كويس. الفتره الاخيره يا دكتور محمد بقى كتير من الناس بتستخدم البلازما او البي ار بي. تمام. بيستخدموها في الوش، في الركبتين، في الشعر، في اي حاجه في الدنيا بقوا بيستخدموها. ولو جيت اتكلم عن البلازما فده باب كبير قوي ممكن نتكلم عنه وقت طويل، حلقه كامله نتكلم فيها عن البلازما. مش هسال ايه هي البلازما لانه اعتقد انه معظم الناس عارفه ايه هي البلازما، البلازما او حقن البلازما، ولكن خلينا نقول ازاي نستفيد منها في علاج مشاكل وخشونه الركبتين. طبعا هي البلازما او البليتليت ريتش بلازما، يعني البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. هي دلوقتي ومعانا كمان فيديو ليها يا دكتور محمد. المكمله لعلاج الخشونه حتى بعد الاورثوكين. أيوه. احنا بنستفيد من حقن البلازما في عمليه تنشيط الخلايا اللي احنا قلنا عليها من شويه. كويس. احنا طبعا كانت المشكله ان الخلايا دي حصل فيها ضمور او التهابات او تآكل، فعملنا تثبيط للالتهابات دي والخلايا دي زي ما هي، يعني لو حصل فيها ضمور او وقفت عند درجه من النشاط احنا بالبلازما بنعمل اعاده ايه تنشيط للخلايا دي. كويس. وبنستفيد من الحقن بتاع البلازما الفتره الايه اللي بعديها. تمام. طبعا هو الامداد الدموي للركبه بيبقى قليل شويه، فعلشان كده احنا بنحاول ان احنا ننشطه بحقن البلازما. هو طبعا نفس طريقه حقن الاورثوكين قريب. انا حاسس ان الناس حد عينه برضو بتتفصل. بناخد العينه مباشره في برضو في الانابيب المخصصه. طب ليه دي ما بنحفظهاش؟ ما هو ده الفرق. أيوة. الفرق الحضان علشان احنا بنعمل هناك تثبيط للايه للخلايا المضادات للالتهابات، بنثبت الخليه شويه. تمام. عشان لما نحينا اوقف الالتهاب تماما. في البلازما احنا بناخدها عشان نعمل اعاده نمو للخلايا او للانشطه للانسجه اللي هي الميته او اللي كان فيها التهابات فين في سواء في الاوتار. أيوة. ده طبعا وتر الكوع اللي هو احنا بنسميه كوع التنس، اوتار الكتف، اوتار الكاحل، في خشونه الركبه. طبعا كل الاماكن اللي ظاهره قدامنا دي احنا بنستفيد منها، بنحقنها في الفقرات زي ما حضرتك شفت. في الصوره في الفقرات. يعني الفقرات. ممكن الام عندي الام في ظهري اللي موجوده عند كتير من الناس، ظهر الناس بيصحى الصبح واجعه، ينام واجعه، ناس في ناس بتصوت من ظهرها سواء كبار او صغيرين. طبعا البلازما هنقول ان هي حل كويس جدا لعلاج مشكله او التهابات العمود الفقري او المفاصل. تمام. احنا مشينا دلوقتي بالبروتوكول، احنا بنتكلم دلوقتي بالبروتوكول كامل. يعني ما قلناش بي ار بي بس او بلازما بس علشان العين يستفيد. ده اللي عاجبني انه انا معايا خطه علاجيه كامله. في النهايه ان شاء الله باذن الله ركبتك ولا ظهرك ولا الالم اللي انت حاسس بيه لا هيتحسن والدنيا هتكون افضل. تمام. احنا دلوقتي لما جالنا المريض ووضعنا له خطه علاج ما قلناهوش انت هتاخد حقنه بلازما، انت هتاخد اورثوكين، انت هتاخد حقنه زيت. هو المريض مش هيفهم طبيا ايه اللي هيفيده. تمام. ما هو احنا هنوجهه للحاجه الانسب ليه. فطالما في بروتوكول علاج والبروتوكول ده هيقدر يديله خطه علاج كويسه تفيده، هو الراجل مش هيعترض. احنا بنرسم له. وفي النهايه عايز ركبته تبقى كويسه، الالم اللي موجود عنده يروح. عاوز يتحسن. عاوز يحس بفرق. طبعا يعني كلنا بنبقى طماعين في موضوع الحقن، ان انا عاوز اخد الحقنه امشي من عند الدكتور زي الحصان زي ما بنقول، بنستفيد في نفس الوقت. فاحنا بنقول دايما للمريض احنا معانا وقت قليل بيبقى بعد الحقن اللي هو بنعالج فيه الحقن، احنا بنعتبره عمليه. هو زي ما شفنا في الفيديو الاولاني الموضوع بسيط جدا، ما خدش معانا تايم، ما خدش معانا دقيقه ونص او دقيقتين. وبشكه ابره بسيطه جدا، والمريض بكل سهوله قام مشي على رجليه في نفس الوقت. بس احنا بنعملها يعني باهتمام شويه علشان ما يحصلش اي مضاعفات بعديها، فنبتدي نقلق او نبتدي نخش في مشاكل اخرى احنا في غنى عنها. فلما حطينا الخطه خدنا دلوقتي سواء الاورثوكين اللي ثبطنا بيه الالتهابات، وبعدين فما يزيدش التهابات تاني والدنيا تبقى ماشيه كويس. تمام. بعديه
أخذنا البي أر بي اللي هو أعدنا تنشيط الخلايا الميتة أو اللي حصل فيها ضمور أو ضعف الفترة اللي هي طبعا بتاعة التحميل بتاعة المجهود الزايد لما بطلع سلم لما بنزل سلم والدنيا خلاص لهتني شوية، فما يعني ما بتديش أرجع للدكتور غير في الدرجات الإيه زي ما قلنا المتقدمة. فثبتنا ووقفنا وبعدين ابتدينا ننشط الخلايا كويس تمام. دي الايه البروتوكول البروتوكول وصلنا لغايه البي ار بي، ودي طبعا الحاجه دلوقتي المستحدثه اللي اغلب الناس بتسال عنها او بتسال عن فوائدها الفتره دي. قبل ما اروح لوسيله تانية او طريقه تانية من طرق العلاج، خليني اسال انه دايما العيان برضه او المريض ممكن يهمه التكلفه، تكلفه الحقن بالنسبه لي هتبقى البي ار بي اعتقد ان تكلفته اقل بكتير جدا من حقن سائل زلالي او من حقن حاجه تانية، ولا التكلفه في الغالب بتكون تقريبا يعني موحده بالنسبه للحاجات دي؟ طبعا هي التكلفه بتاعه البي ار بي بتختلف طبعا على اساس الانابيب اللي بنستخدمها. ايوه. وطريقه الفصل، يعني في انابيب يعني مستحدثه بتبقى يعني جودتها اقل شويه من الانابيب المخصصه طبعا للفصل البي ار بي، لان الانبوبه اللي بنفصل فيها البلازما لازم تكون فيها مواد. أيوة. بنقول عليها مانعه للتجلط ومواد منشطه للبلازما عشان تقوم بوظيفتها. مش اي انبوبه هيتفصل فيها الدم هتدينا نفس النتيجه بتاعت الانبوبه المخصصه بتاعتها. لا ده هنا 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 في صدمه للناس انه يقول لك انا حقنت بلازما قبل كده وما حسيتش بتحسن قوي. طبعا. هي المشكلة ممكن تبقى في الكيفية أو الطريقة اللي تم فصل بيها العينة والأنبوبة اللي اتحطت فيها ومهارة اللي حقن، عملية متشعبة. طبعا. إزاي المريض يقدر يكتشف ده؟ هو هيكتشف ده لما مش هيتحسن. مش هيتحسن. فهيبتدي يفهم إن في حاجة غلط يعني. هو يعني الغلط مش في البلازما هنا بقى. لا طبعا. هو البلازما وسيلة من وسائل العلاج. طبعا الشفاء زي ما بنقول بإيد ربنا. واحنا دايما بنأمل وبنعمل اللي علينا وبنبقى بنسعى ان احنا نساعد. ولكن طبعا لازم نسعى ونجتهد ونحط كل السبل اللي هنساعد بيها. فما ينفعش يعني افصل البلازما او افصل الدم في انبوبة مش مؤهلة او مش كويسة وبجهاز برضو مش مؤهل او مش كويس وفي تايم ده يعني كل حاجة في فصل البلازما تايم معين. ايه بقى التايم المعين؟ انبوبه معينه بنقول مثلا من 10 ل 12 دقيقه. يعني ابحاث كتير احنا بنتعب الموضوع. أيوة. مش سهل. ايوه. يعني حطيني بقى في الجديد زمان يعني. مش عايز اقول من 5 سنين مثلا كان عندنا العيال لما بيجي نحب بنفصل 45 دقيقه. يعني عدد لفات معينه في 45 دقيقه. بعد شويه طلعت ابحاث قللت شويه الوقت ده فبقت 30 دقيقه. بعد شويه بقت من 12 ل 15 دقيقه. الجديد دلوقتي بقى مثلا من 10 ل 12 دقيقه على برضو عدد لفات معينة في جهاز الطرد المركزي أو جهاز الفصل. تمام. فكل حاجة بتبقى مدروسة ومحسوبة. ما ينفعش أروح أحقن بلازما وأقول أنا حقنت بلازما زي اللي حقن بلازما في عيادة معلش الإمكانيات فيها قليلة. أيوة. علشان مثلا لقيت سوري الدكتور فلان بيحقن بمبلغ معين بجنيه وحد تاني بيحقن ب3 جنيه لا خلاص انا خليني في هو كله حقن بلازما. هو اسمه حقن بلازما بس طبعا الاستفاده الطريقه نفسها والطريقه نفسها مش هتبقى نفس الايه نفس الفاعليه. ده كله زيه زي الارسوكين زيه زي الحقن السائل الزلالي او الحقن الجيلاتينيه اللي ناس كتيره بتقول عليها كلها في دايره واحده. تمام. معتمد على الامكانيات اللي موجوده عند الطبيب، معتمد على مهارته، معتمد على طريقه الشغل اللي بيشتغل بيها او الاجهزه المستخدمه. مش كله عند العرب صابون طبعا. يعني في ناس كتير يجري على الحقن هنا وبعدين يقول ما ارتحتش فيروح عند مش عارف فلان تاني وتالت. هو مش مدرك تماما انه ممكن يبقى المشكله مش في طريقه الحقن وممكن يبطل يا دكتور محمد يقول لك انا مش هحقن بلازما تاني شوف لي حل تاني، وهو اصلا كان ماشي في طريق اعتقد انه غلط. بيجي لنا المريض يقول لي انا لما بنيجي. أيوة. نعرض عليه طرق العلاج وبنقول له والله عندنا علاج وعندنا علاج طبيعي وعندنا حقن وعندنا عمليات، فهو لما بيسمع حقن بيقول لي لا اصل انا حقنت قبل كده وما استفدتش. ايوه. طيب يا فندم يعني مع احترامنا احنا مش بنعيب في حد بس احنا بنقول ان والله الحقن ممكن اللي حضرتك حقنته زمان ما كانش يعني بطريقه كويسه وما كانتش العينه بتاعتك مفصوله كويس وما كانتش في انبوبه كويسه وما كانتش مجهزه
لان حضرتك تستفيد منها. فعلشان كده احنا ممكن نحقنك وتستفيد، والحمد لله رب العالمين النتائج اللي يعني بتاعه المرضى اللي بنحقنهم في الفتره الاخيره مبشره. وبنشوف المريض بعد جلسه واتنين هو نفسه ما بقاش مصدق، بيقول لي لا انا كنت فاهم ان الموضوع يعني انا هقل في الالم بس، او لا ما كنتش متوقع ان انا هوصل لنتيجه كويسه زي دي. هي علاج، بنؤكد انه الحقن الجيلاتينيه علاج، انه الارسوكين علاج، انه حقن البلازما علاج مش مسكن. طبعا لا، هو زمان كانت الحقن المسكنه دي هي الكورتيكوسترويدز، واحنا قلنا ان احنا بنوقف، هي ليها استخدامات معينه، بس احنا دلوقتي بقينا بعيدين كل البعد عن استخدامها. الطب الحديث لا يؤيد الحقن اللي هي بتعتمد على الكورتيزون، اللي فيها كورتيزون خالص. الكورتيزون ممكن يثبط الالم شويه، يريح المريض شويه من الالم، ولكن للاسف بيعمل اكسلريشن او بيسرع الديجنريشن او تاكل بتاع الغضاريف. يعني لو انا هيجي لي خشونه في سن الأربعين للخمسين، لو انا اخذت حقنه كورتيكوسترويد او كورتيزون بتزود ده شويه، بدل ما تجي من 40 ل 50 لا هيجي لي من 30 ل 40. فعلشان كده احنا ما بنستخدمهاش الا في حالات الخشونه الشديده جدا، اللي هو المريض خلاص هو ما عندوش اي حلول غير العمليات الجراحيه، فمحتاج حاجه تقلل له الالم. هو بيبقى مقتنع يعني. هو مقتنع ان هو ما عندوش حلول غير العمليه الجراحيه، فبيستخدم في اضيق الحلول. كويس كده. طيب احنا عندنا وسيله، نقدر نقول ان هي وسيله ثالثه او وسيله رابعه من الطرق العلاجيه، ومعانا فيديو كمان بيوضح هذه الوسيله. وانا بصراحه يعني ما اطلعتش على الفيديو ده كتير قبل كده، او مش منتشر اعتقد كتير بنتكلم، الناس بتتكلم عنه في الميديا او في الاعلام، الفيديو ده تحديدا. خلينا نتكلم عن ايه هي الطريقه دي ونشوف ليها فيديو كمان. تمام. الطريقه اللي حضرتك تقصدها هي طريقه الحقن عن طريق التردد الحراري. كويس. التردد الحراري هي طبعا طريقه من احدث الطرق اللي احنا بنعالج بيها خشونه الركبه، عن طريق ان احنا بنحقن الاعصاب المغذيه للركبه. احنا عندنا اعصاب الركبه ثلاثه، الميديا جينيكولا نيرف، السوبيريور ميديا جينيكولا نيرف، والانفيريور ميديا جينيكولا نيرف، والسوبيريور لاترال جينيكولا نيرف. دول الثلاث اعصاب اللي دايما بيسببوا لنا الالم في الركبه. فاحنا لما بنيجي نعمل حقن عن طريق التردد الحراري بنعمل قتل للاعصاب دي، بنقتلها، يعني بنخلي الالم مش موجود، زيرو الم، مفيش الم. احنا بنحقن الاعصاب دي، بنموتها، الاعصاب اللي كانت مسببه الالم. تمام. زي واحد يبقى درس وجعه، تمام، تشيل له العصب. تمام، صح كده. فخلاص شلنا العصب، مفيش الم، مفيش الم بقى، مفيش حاجه تحسب بس بالألم. للاسف احنا ما عالجناش الخشونه. ايوه، اهو دي حاجه انا كده شلت الالم. الفيديو هيظهر معانا بعد شويه. أيوة. اللي هو بتاع طريقه الحقن او طريقه عمليه التردد الحراري جوه العمليات. طبعا هو التردد الحراري احنا قلنا ان هو مش وسيله لعلاج الخشونه، لان احنا بنعالج بيه الالم، هو يعتبر من طرق علاج الالم وليس من طرق العلاج بتاع الخشونه. كويس. يعني التردد الحراري هو بيقضي على الالم، بيقضي على الالم. كويس. عن طريق قتل الاعصاب، ايوه، المسببه للالم في الركبه. كويس. تمام. فاحنا لما بنعمل عمليه التردد الحراري، هو يعني الفرق بينه وما بين الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، اللي هي لازم طبعا تكون في غرفه عمليات مجهزه. ايوه. او معقمه، والعين بيخش على ترابيزه العمليات، وبنحدد بالظبط المكان اللي هنحقن فيه، عن طريق ان احنا نحدد النيرف اللي هنحقنه او اللي احنا هنعمل له التثبيط زي ما قلنا من شويه. كويس. مره واثنين وثلاثه بنتاكد، لان طبعا هو الموضوع زي ما هو بسيط بالنسبه للدكتور، بالنسبه للمريض ما هو لازم يطلع يحس بالتحسن ملحوظ وقتي. انا دخلت عملت عمليه ما خدتش حقنه في العياده، فعايز احس بتحسن دلوقتي. دلوقتي يعني. لازم تقول لي النهارده يا دكتور ان الالم ده قل. فلازم طبعا نحدد المكان تحديدا مسبب الالم ده تحديدا، ونقدر نوصل له عن طريق الابر طبعا اللي بنستخدمها علشان نوقف موضوع الالم. كويس. متى نلجا لاستخدام التردد الحراري للمريض؟ التردد الحراري طبعا بيبقى في الحالات المتاخره شويه، يعني الثالثه والرابعه، اللي هو المريض بيبقى جرب ان هو ياخد حقن زي ما قلنا من شويه، البي ار بي او الهاليورينيك او الأورثوكين، وما استفادش منها. الموضوع بالنسبه له بقى زايد شويه،
التحميل بالنسبه له بقى يعني صعب او مش قادر يحمل على ركبته بالطريقه الطبيعيه، يعمل مجهود طبيعي، يمارس حياته في شغله، حتى معلش في الصلاه، في الحركه، في المنزل او كذا. كويس، تمام. تقريبا معانا فيديو كمان. معانا فيديو للتردد. معانا فيديو تاني للتردد الحراري. تمام، نشوفه كده واحنا تمام. ونعلق عليه. تمام. معانا على الشاشه ده الفيديو. ايوه طبعا، هو ده النيرف. احنا بنحاول دي كده عمليه عمليه جوه العمليه. دي جوه اوضه العمليات. جوه اوضه العمليات. انا حددت النيرف كويس زي ما حضرتك شايف. ده حاطط لنا صوره بنحدد بيها النيرف زي ما شفت، وطبعا ده كله عن طريق الايه، التصوير. ايوه، في جوه غرفه العمليات عن طريق جهاز استيار. حددنا مكان النيرف، دخلنا بالابره الاولى، دخلنا بالابره الثانيه، وهندخل دلوقتي بالابره الثالثه زي ما قلت لحضرتك. هو انت كده محدد واحده واحده بتتحرك النيرفات اللي هي الاماكن اللي انت هتخش تموت فيها العصب عشان تشتغل. تمام، بنركب الابره الثالثه. احنا كده وصلنا ان احنا حددنا الثلاث نيرفات بتوعنا اللي بيسببوا لنا الالم في الركبه. كويس. بنعمل بقى حاجه اسمها راديو فريكوانسي ابلكيشن، اللي هو احنا اللي هو التردد الحراري بقى، اللي هو العمليه نفسها، ان احنا بنقتله او بنثبطه بحيث ان هو يقلل الالم بالنسبه لنا. طبعا الكلام ده يعني قدام شويه في الفيديو هنلاقيها موجوده. التردد الحراري وسيله جديده وسلسه، وطبعا مش عمليه جراحيه، هي المريض بيهرب منها من عمليه تغيير المفصل. ايوه، انا مش عايز اعمل عمليه تغيير يعني المفصل. نقول ان هي يعني هي البديل الامن بدون جراحه، القاتل للالم. للقاتل للالم برضو يعني، هو احنا مش للعلاج، هو يعني قاتله للالم. قاتله للالم. احنا ركبنا دلوقتي الكابلات بتاعتنا اللي بنوصل بيها التردد الحراري للابر اللي ركبناها، وبنعمل الريديو فريكوانسي ابلكيشن بحيث ان احنا نثبط او نقلل الاحساس بتاع النيرف ده في السايتس اللي حددناها علشان المريض يتحسن تدريجيا. زي ما حضرتك شايف عمليه سلسه جدا، يعني بتبقى طبعا ليها عيانين مخصصه، اللي هو احنا بنحاول زي ما قلت لحضرتك نهرب من الجراحه بالنسبه لهم، زي عيانين السكر، سكر العين، مش عايز يعمل جراحه او قلقان، واحنا مش قادرين نظبط له سكره، هو مش قادر يسيطر على السكر. طبعا قلقان من تركيب مفصل، لانه طبعا المفصل بالنسبه له ممكن بعدين يعمل له كومبليكيشنز اصعب من الالم اللي هو حاسس بيه. فبنبتدي نرجع للطرق دي، وهي برضو وسائل مؤقته، لازم نكون امنين وامناء مع المريض واحنا بنوصل له المعلومه. هي دي وسيله مؤقته بتقعد مثلا مع المريض لمده سنه، مش حاسس بالالم اللي كان حاسس بيه زي ما حضرتك شايف. احنا حددنا السايتس، وبنعمل التطبيق بتاعنا على الجهاز راديو فريكوانسي الكترونيك. يعني الكترونيك. مفيش مشرط، مفيش جرح، مفيش اي حاجه تخرج من المريض مش حاسس بالم، لانه هو برضو بالنسبه له غرفه العمليات احنا بنديله بنج بسيط كده نقلل بيه السنس بتاع البين، حاجات برضو مش زي العمليات الجراحيه لمدة طويلة ولا حاجة، لا المدد بتبقى قليلة جدا، فالمضاعفات بتاعتنا برضو بتاعت ان انا ادخل غرفة العمليات او اخد بنج برضو بتبقى قليلة. كويس، يعني انا النهاردة اقول للمشاهد انه انا النهاردة وضحت لك الاتي، انه التردد الحراري هي عملية مش جراحية، ولكنها هي عملية لقتل الالم. تمام، يعني اذا كان عندك الام شديدة ومش نافع معاها الاجراءات العاديه خالص اللي احنا بنستخدمها، ولازم تغيير مفصل او استخدام اي وسيله جراحيه، لا انا بطمنك الالم هيروح، ولكن هي ليست وسيله علاجيه ولكن وسيله لقتل الالم. تمام، اعتقد ان ده برضو بيبقى كويس بالنسبه للشخص بألم شديد جدا، نار في ركبته، فجاه يشعر بانه ده انتهى. تمام، تماما، ولكن لسه برضو مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي. هل هنا اقدر ارجع لواحده من الاجراءات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها تساعد معاه في انه يتحسن علاجيا؟ طبعا، هو احنا كل الحاجات اللي بنثبط بيها الالم بتبقى البدايه لان احنا نكمل. يعني انا قللت الالم، هو مريض الخشونه بيشتكي من مشكلتي. المشكله الاولى يا دكتور رجلي بتوجعني بطريقه بشعه، مش بستحمل الالم ولا ليل ولا نهار، بتحرك بطريقه صعبه. تمام، الالم ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي الحركه، انا مش قادر اعمل كل الحركات اللي كنت بعملها زمان، ولا اتني للاخر ولا افرد للاخر، ولا زي ما قلنا من شويه اقدر اصلي
ولا بعرف اقعد مثلا الاوضاع الطبيعيه بتاعتي وضع القرفصاء، ولا اعرف اقعد على الارض زي ما كنت بعمل زمان. فلما بنقلل الالم خلاص احنا 50% المشكله اتحلت. ال 50% التانيه بتاعت الحركه بقى، الحركه بقى هي الحاجات اللي احنا بنتدخل بيها زي ما قلنا من شويه، اللي هي الهالو يورينيك البي ار بي او الاورثوكين. وفي حاجه كمان برضو جديده مستحدثه اسمها البرولوثيرابي. ايوه يمكن يعني جديد على المشاهد، جديد على وداني. طبعا هي حاجه جميله ومستحدثه، كومباينيشن كده بنعمله برضو، بينقل الكرونيك بين لاكيوت بين، يعني بيخلي الالم المزمن اللي المريض بقى على طول حاسس بيه ومتعود عليه لالم حاد اكني لسه بشتكي من امبارح. ايوه انا عندي خشونه من 20 سنه، انا عندي خشونه من 10 سنين كويس، فانا بشتكي من 10 سنين، جسمي متعود على الالم خلاص. الجديد بقى في البرولوثيرابي او حقن البرولوثيرابي ان احنا بننقله من كرونيك بين او الم مزمن لالم حاد. الم حاد ده اللي هو جيل شاب في الثلاثينات بيلعب كوره، وقع اتخبط، حصل عنده فريكشن او احتكاك في الركبه فجاله الم، فجالنا العياده فبنعالجه. فاحنا نقلنا العيان ده اللي عنده 50 سنه للعيان اللي عنده 30 سنه. لا دي جديدة. لا جديدة. 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 ومفاجأة. جديدة طبعًا. ومفاجأة وطفرة، وكانت محتاجة حلقة كانت محتاجة من أول الحلقة. تمام. يعني كنا ناخدها من أول الحلقة. احنا قلنا نحلي بيها. عشان نكسب لا هسمع بقى. تمام. الحقن بالنسبة لنا ما هوش وسيلة. لا واحدة واحدة بس اشرحها لنا. تمام. واحدة واحدة وبتعمل إيه وإمتى نستخدمها في آخر أربع خمس دقايق من الحلقة كده. تمام. البرولوثيرابي هو عبارة عن كومباينيشن، إحنا بنعمل يعني خلطة كده. أيوه. من أكتر من مادة. مع بعض بنستخدمه بالاضافه الى الهالو يورينيك والبي ار بي بعديها. اوكي كويس. يعني تركيبه معينه احنا ما ينفعش طبعا نقولها. لا مش هنقولها. مش هنقولها. مش هنقولها، احنا هنقول لهم الخلطه بتاعتنا في سحر. تمام. علاجي. تمام. بيقوله دكتور محمد صقر في حلقه النهارده، هذا السحر اسمه البرولوثيرابي. تمام. بيساعدك على انه لا ينقلك ينقلك ان انت مريض مزمن. أيوة. لمريض حاد، مريض عجوز لمريض شاب. يعني 50 سنة هنرجع يعني 30 سنة. 30 سنة. الخشونة اللي عندك طبعا انت صحيا ان شاء الله كل الناس تفضل شباب مدى الحياة. احنا بنقول الخشونة بس. علشان انا دلوقتي لما بعالج المريض اللي عنده 50 سنة في الخشونة اللي في الدرجة الثالثة، هو بيبقى كل امله في الحياة انه ما يوصلش للرابعة ويعمل تغيير المفصل. طيب ده انا برجعه بقى بدرجتين قبلها. تمام. كويس. طيب انا رجعته درجتين ورجعته الاكيوت، فاقدر اعالجه كالتهاب حاد. انا في الدرجه الاولى بقول ان ده جالي التهاب حاد، نقدر نعالجه بالعلاجات البدائيه ونقلل الوزن وهكذا. لما اتنقل للدرجات المزمنه خلاص ما بقاش عندي طرق العلاج للالتهاب الحاد، بقيت اعالجه يعني كالتهاب مزمن. فالمريض والطبيب الاثنين متفقين ان يعني الطرق دي طرق ايه تقليديه ووقائيه ان انت ما توصلش للدرجه الرابعه. تمام. طيب انا لما برجعك لدرجه او لدرجتين ورا، انا ممكن استفيد من الفتره دي اللي احنا خسرناها، فان حضرتك ربنا يديك طول العمر، الفتره اللي بعديها تعيش كويس، تعيش في درجه تانية، ما تلجاش لتغيير مفصل. طبعا احنا كل ده مش بنخوف من تغيير المفصل، لا خالص. يعني تغيير المفصل احنا جراحين واحنا بنلجا له في الدرجات المتاخره اللي نقدر بيها نساعد برضو المريض. كلمه جراحين دي بتخوف الناس. لا خالص. لا ما هو جراح يعني اول حاجه بالنسبه له هيفتح. تمام. هيبص اول ما هجيله يقول لي العمليات الاسبوع الجاي ان شاء الله الساعه 3. تمام. لا خالص احنا لا خالص. احنا ده مطمن بيه الناس انه مش كل الجراح بياخد الجراحه، هي اجراء اخير صح كده. الجراحه بالنسبه لنا يعني ليها هدف. انا بعمل لك عمليه علشان افيدك. دايما اقول للمريض بتاعي كده، انا مش داخل بيك العمليات علشان اهزر. انا داخل بيك العمليات عشان احل لك مشكله. زي كل العمليات اللي في الدنيا، انا عندي مريض حصل له كسر، دخل عمل عملية علشان يحل المشكلة دي. يطلع الكسر ده سليم والأمور بالنسبة له كويسة ويعيش حياته بصورة طبيعية. طب لو ما عملش عملية تثبيت الكسر ده مش هيعيش طبيعي. تمام. طيب أنا دلوقتي عندي خشونة من الدرجة الرابعة ولازم أعمل عملية تغيير مفصل. طب لو ما عملتش تغيير المفصل مش هستفيد. يعني إذن الجراحة هي الحل في حالة استحالة الطرق العلاجية العادية، وكان لابد من الجراحة. تمام. اللي هتفيدك وهتساعدك وهتخليك افضل وهتخليك احسن. طبعا طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا نبعد عن الجراحات
علشان احنا طبعا كل عياننا بيبقوا دايما خايفين من الجراحه زي ما حضرتك قلت دلوقتي. انا حسيت انك اتخضيت لما قلت كلمه جراحي. طبعا تمام. هو همشي دلوقتي. تمام بقى همشي عشان الحلقه خلصت مش عشان خايف. تمام. فكلمه جراح يعني انا بستخدمها في الوقت اللي انا محتاجها فيه. طبعا عشان احنا بعدين هنعمل يعني حلقات عن الجراحات اللي احنا بنساعد بيها برضو المريض. فلازم تكون الموضوع فيه واقعيه شويه ومتاهل. احنا ماشيين في ستيب خطوه خطوه. ما قلتش ان الحقن ده هو الحياه. الحقن هو الوسيله اللي احنا نقدر نساعد بيها لدرجه معينه. الدرجه دي احنا بنحاول نوصل لك قبلها. يعني احنا بنحاول نساعدك قبل ما توصلها. طب لو وصلت للدرجه دي انت اللي اتاخرت مش احنا اللي اتاخرنا. يعني ما تتاخرش وتعالى بدري وما تخافش من الجراح. الجراح اخر حاجه بيستخدمها هي المشرط. اول حاجه بيستخدمها هي الطرق العلاجيه الحديثه. واحده من الطرق اللي كشف عنها دكتور محمد النهارده هي البلوروثيرابي، واللي هنعمل عنها ان شاء الله باذن الله حلقه كده دسمه كده نتكلم عنها وعن كيف تساعد في انه نرجع بمفصلك لورا. يعني مفصلك ابو 50 دلوقتي، لا ده هيرجع 30 وممكن تجري تلعب كوره كمان. دكتور محمد، وقت حلقتنا انتهى، اتمنى نكمل اكتر من كده ولكن نستكمل حوارنا وحديثنا في الحلقات القادمه. دكتور محمد صار استشاري طب وجراحه العظام والعمود الفقري ومناظير المفاصل وعضو الجمعيه المصريه لجراحه العظام، انا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامجكم برنامج العياده. العياده المره الجايه يوم الثلاث في نفس الميعاد هتكون عياده مختلفه، لانها تكون عياده حقيقيه فيها مفاجاه كبيره جدا جدا ان شاء الله باذن الله. اعتقد انها تكون اول مره تكون موجوده على شاشه التلفزيون، يكون لنا سبق فيها باذن الله تعالى. لحد ما اشوفكم من هنا للثلاث الجايه، عايزكم تفكروا وتتابعونا تتواصلوا معانا، تتوقعوا يمكن اللي يتوقع صح يكون لي مفاجاه من فريق عمل برنامج العياده. ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.